طيبة لكل مشاهدي قناة شوف تي في، ومرحبا بكم في لايف جديد مباشرة من العاصمة الاقتصادية مدينة الدار البيضاء. الحالة اللي أمامنا الآن أو السيدة اللي غنشوفوا دابا هي واحد السيدة، إلا قلنا الحقرة فهاد الشيء راه أكثر من الحقرة وأكثر من الظلم وأكثر من التعسف. فغادي نخليكم معها للأسف باش تشرح أكثر بهاد الكارثة اللي وقعت هاد الصباح أو نهار الجمعة عفوا في هاد البيت هذا. غنخليكم مع الزوجه باش تقربكم اكثر باش نوقع. السلام عليكم لالا. السلام. خذي الميكروفون قربي ليك عفاش. واخا قدمي لنا راسك. اختي انا سميه الصبحي. هاد السيد اللي كتشوفوا الان ما عنده حتى حد من العائله ديالو. انا اللي مربيني من الصغر ديالي. كان الزوجه ديالو يلا توفات دابا هادي 28 يوم. توفات الله يرحمها. كان هو صحيح راه طاح غير هاد 3 ايام هادي. هذا الاب ديالك تبني كان صحيح. كنت كنجي كنشوفو مني مات الوالده ديالي كنجي نشوفو كل سبت واحد. جيت اخر مره جيت هاد السبت اللي فات جيت تلقيتو قاطع الهضره كي واقف على رجلي ولكن الهضره مقطوعه عليه. ملي سولت الناس قالوا لي راه هذا خاصك دير الطبيب راه حيتمتوشي ليه العرق بجوج سنتيم. راه الا توشى ليه بزاف راه غادي تشلل عليه النص ديالو. وحنا كيف ما كتشوفي الحاله راه ما قدرتيش تخلي الاب ديالك ديال الحاله. ما قدرتش نخلي الاب ديالي. راجلي رغم عليا باش نمشي نهار الحد وطلبت وطرجلو قلت ليه شوف بابا راه مريض. قال لي انا ماشي من حقي انا ما مفروضش عليا جي المحاله. مشيت نهار الثلاثاء نهار الحد هبطت للمحل ديالي. نهار الاثنين دويج مع بابا صونيت عليه في التليفون ما دويش معايا حتى العشيه. كنقول لي كي بقيتي بابا قاطعه لي الهضره وكيقول شو ابحك شويه. كنصوني عليه نهار الثلاثاء ما كيجاوبنيش. كنصوني ما كيجاوبنيش. اتصلت بالجيران كنقول له بابا راه ما عندوش فين غادي يمشي. عاد دقوا عليه شوفوا اشناهو كاين. كيدقوا ما حل عليهم الباب. قلت لي خالد بابا طاريه لي شي حاجه. قال لي كون مقهصر مع راسو انا مبرصطه ليا راسي ما بغاش يتصنت ليا. خليته نهار الاربعاء تخرج هو للخدمه كيخدم في المرسى. ناض خرج مع الصباح جيت انا هنايا جيت كندق ما حلش عليا الاب ديالي. الدري اللي مقود مع الباب ديالنا دقيت على دارهم قلت لي انا فرقع عليا الباب. قال لي ولا كان خارج قلت لي بابا طاري لي شي حاجه غير فرقعوا الباب. ملي فرقع على الباب كنتفاجئ بالاب ديالي بيت مسكين ليله كامله طايح في الطواليط ومشلل من النصف ديالو. ملي جيت نوضو لقيت هذا النصف ديالو اليمن كله كما كتشوفوا. باش حسيتي ملي شفتي الوالد ديالك في ديك الحاله؟ ما تصوريش اختي ديك الحاله اللي حسيت بها. حيت كان بامكاني كنت معاه نهار الحد انا كاع تشلل من النص وما غاديش يبات في الطوال. ما غنلقاش في ديك الحاله اللي لقاو كاع الناس هما الجيران كلهم شافوا معايا داك المنظر. جا نهار الاربعاء جا من الخدمه قلت ليه جيت شوف بابا راه طاح لقيتو مشلل من النص ديالو وراني طلبتك نهار الاحد. قال لي ماني انا كنعلم الغيب صافي. واخا الزوج كيتكرفس عليك. ما كلشي قدامكم عنيف بزاف عنيف ولكن انا كنسمح ليه علاش راه عندي معاه ثلاثه الوليدات وكان وفي نفس الوقت كنخاف على هاد الناس هادو. حيت غير كنجي عندهم كنتخاصم معاه كنجي لعندهم كيجي عندي الباب بشهاده كاع الناس هنايا. واخا نهار الجمعه شنو وقع لكم الباب؟ نهار الجمعه كان جا نهار الخميس باش معانا هنا. قال لي جيبي باك عندنا. انا كاريه بيت سيدي مو من بيت واحد ب 15000 وعندي انا وثلاثه الوليدات وهوايا. ما عنديش كيفاش غادي ندير الاب ديالي تي غادي نتكلف بيه تما. وهنا الناس كيوقفوا معايا هنا الناس جيران كلشي راه هنا ما لقيت حتى ما نعطيه. راه الناس اللي كلشي هادشي كلشي تكلفوا به غير الناس. يعني الا ديتو ما غاديش نقوم به. وتا راجلي ما غاديش يقد عليه حيت الحاله ضعيفه ما غاديش يقد عليه. قلت ليه انت خلي المحل وحنا راه هنا كاين اي الشقه يلا خوات هاد النص هذا مع كاس قاسمين على جوج كنا كارينو خرجوا الناس فراش الشرق. قلت ليه خالد مني بابا طيحه بحال هكا غادي نسكنوا هنا. ديك 15000 اللي كاينين بها اعطيها ليا غنقوم بها بالدواء ديال بابا وبالترويض وبهادشي ونشوف كي ندير لي السكانير ونبركوا هنا. قال لي الا بركت انا هنا غادي نسيطر ونهيمن ما بغيت حتى واحد يبقى يتخطر عنده هنا. قلت ليه انت ما حالك النص لي غتسدوا عليك النص لي يسدوا عليك العيب والعار. قلت ليه الا جا حتى دري صغير دق عليك ما تلقى حتى واحد. غتجي من الخدمه غتدخل لمحالك غتاكل غتنعس ما كاينش اللي يقرب لك. بابا ماشي غادي نتحكم ليه في محلو. اللي بغى يجي عنده من جيران واللي بغى يجي يشوفه مرحبا بي. قال لي ياك طلبي باباك. واخا ما قلتيليش شنو وقع نهار الجمعه. نهار الخميس بعدا جاو الناس عطاوني باش ندوز ليه. ديتو مركباه حيت ما عنديش كروسه. ديتو مركباه لعند الطبيب. مني جا قلت لي رديت بابا لعند الطبيب. قال لي علاش تخرجتي التشارك كامل باش تسعي به شوفوني انا راه ما عنديش باش ندير كروسه. قلت لي الله يهديك يا خالد. نهار الخميس باش معايا في الدار. الجمعه ما كيخدمش هو. الصباح انا قلت له سير القهوه سير خرج للقهوه وتا العشيه وجي خلي اللي بغى يدخل عنده يدخل. العيب والعار لا دخل عندك شي واحد النص ديالك.
قال لي لا ديري حل دابا، بغيتي ولادك غتزيدي قدامي غتشبعيهم، بغيتي باك غادي تبقاي معاه، انا ما نبغيهمش يبقاو يدخلوا. قلت له انا ما غاديش نقدو عليه. قال لي انا غادي نسيطر في هاد الدار هادي، ما كاينش اللي يبقى يدخل عنده الا بغيتيني نبرك معاه انايا. صافي بقى ملي غلب فيا قال لي يا زيدي يلاه خرج. انا عند الجيران هما اللي دخلوا دابا ني، دقيت عليهم قلت لها هانشي شوفي راه دابا مبزز عليا، كيقول يا زيدي يلاه لما حالك خلي باك راه ما يقابلو دوك اللي غادي يجيو يطلعوا عليه يقابلو يقدو به. ويبدو العيال كيبوصل لي في راسو كيقول لي اصبر معاه غير سيمانه كتشوف الوالده ديالها يلا توفات والسيد عاب بوحدو، يعني ما كاينش هو الا ما الا ما انا اللي دابا ديت وكلته ما ياكل الا ما انا اللي درت يعني ما كيتحركش. هما كتشوفي قدامكم بركو يطلبوا في الناس. قال لهم انا كندير غير داكشي اللي كيقول لي راسي، ما سوق فيا حتى واحد، انا كندير داكشي اللي قال لي راسي. ما انا بغيت انا ولادي والله نبقاو في هاد الدار هادي، بغات ولادها تزيد تبعهم ما بغاتهمش يبقى، راه بغات باها بغات رضات باها خلات تبع باها. طالعه الام ديالي الحقيقيه، حيت الام ديالي اللي بتبني هي اللي ماتت، الام ديالي الحقيقيه غير طالعه غير تشوف بابا كيف بقى جايه مطلعه الكسكسو طلعوا له بناشا يعني دارت لكم الخير، ما قدرتوش تنساو ديك الجميل. دار في خير عامين من عندي عامين وانا هاد انا عنديش 28 عام دابا كيكسيني هو اللي كيصبطني هو اللي كيقريني ما مخليني مخاصل حتى حاجه. ملي طلعات قالت السلام عليكم، راه بشهاده الناس كلشي قالت السلام عليكم، هو مع سمع هذيك السلام عليكم ويبدا عليهم انا بنادم يبدا كل ساعه خيطي بيطي عليا. قالت لي مالك خالد عاوتاني، يعني بدا التهديد ديالي معهود ويقول لها ما تدويش معايا. قالت لي علاش ما ندويش معاك، حتى الله يهديك حتى كل واحد ولا مش طراجين استغفر الله العظيم. قال كلام قبيح بزاف ويقول لي ما لاقي عليهم الغلب هاد الناس هادو. قال لها ماشي سوقك انا ومرتي. قالت لي لاقي عليهم الغلب بزاف، قالت لي حيت ما كيوصلوش. قالت لي فين تربى، قالت لي بقيتي تابع وحده، قالت لي تمات بالفقصه ها واحد قالت لي تشلل، قالت لي واش باقي، قالت لي اش باقي كيف كانت ردت الفعل ديالهم ملي قالت لها هاد الهضره؟ من قالت لي هاد الهضره قال لها سيري ولا غادي واحد الهضره خايبه، قال لها سيري ولا غنشقلبك من الدروج. قالت لي تشقلبني عاير لي الام ديالها. قالت لي امي قالت لي توصلها، قالت لي الام ديالها توصلها مدوا العيالات كيفكوا وهي تقول لي مالك انت دابا مالك على هذه الحاله. قالت لي كامله ومع هي رجعت بحكا جروها العيال. قالت لي ما تلقوا مني انا لقى عليهم الغلب بزاف مع جروها العيال بحكا رجعوها هي اللوط هو يضربها النيفه شق لها النيف ديالها وطاحوا لها جوج الناس. راه ملي دارت البلاكه راه كل يعني هاد الدم اللي شفناه دابا ديال الام ديالها هو مشات مكت جرات ملي غلب عليها وكاك يعني راه صحيح غلب عليها هرباج هنا كتغوتها من الدم. راك شوف في الشرجم كتقول الجيران عتقوني عيطوا على البوليس عتقوني الجيران. هاد الدم اللي كاين ها هو لا برا هز طلعي تشوف طلعي ها هو هنا كتعيط الجيران غير عيطوا غير البوليس غير عتقونا راه حنا عيالات وهو وسط منا مهجم علينا عتقونا كلشي الناس هنا من الشرجم كيطلوا كيتفرجوا. ملي شاف هو الدم بحال ما كبدو كيجرو فيه الناس اختي الصغيره كتقرا في الكاتريام قالت لي ضربتي ليا امي قتشان ضربتي هو يصرفقها. انا راك بالشهاده ديال المراه اللي دخلت دابا عطاني بوطيه لظهري بحال ما قال لي جيبي الدراري وجيب بوكسري قابلي جيبي الدراري بثلاثه كانوا في الدروج. حط لي هاد الدري اللي شتو دابا معايا عنده 6 شهور خلاه ليا ودا ليا الدري عنده عامين ونص والدري عنده 4 سنين واخا يعني هز ولادو صحه وهربيهم مشاهده كاع الناس هزهم كيبكي وما باغيش والدري مشى بجاكيتو كل عامره. حاولتي تعرفي ولادك فين ولا تواصلي بيهم؟ حاولت مشيت عند الناس عند صحابو وكلشي سولت. قال لي دابا الا بغيتي قال لي شي الا مشيت للحبس انا قال لي عارف راسي غادي ديكلاريو بيا الا مشيت للحبس والله عمرك لشي ولادك. وانا ولادي قسما بالله انا عارفه ما يقدروش يتفارقوا معايا. توحشي ولاد توحش ولادي بزاف حيت هما حاضر كاع العنف اللي كنتعرض ليه قدام عينيهم. الا دابا نكون كانوا تسوليهم الدري عنده عامين ونص كيقول خالد ماشي بابا خالد كيضرب ماما ها هو با سيدي هذاك ماشي بابا. الدري قدامه عنده موتور ديال الفريكو كتقول لك الله يعطيك سيده نتهناو منه كيعذب ماما وكيضربها. ولدي صغير دابا الا غير بركتي ما عنده عامين